أرن، خبرنا شو رأيك بإطلالات خبيرة التجميل جوال ماردينيان الأخيرة؟ نعرف قد ايه خبيرة التجميل جوال ماردينيان على طول سباقة بالموضة. هلا طبعا هذا الموضوع ما بيعني انه جوال ما عندها شوية هيك حركات بتحب انها تكون attention seeker، بمعنى يعني بتحب على طول يكون الاهتمام والاضواء عليها، بس في ناس بتلبق لها هيدا الشيء وفي ناس ما بتلبق لها. يعني اخر شيء شهدنا هيدا التصرف لجوال وقت اللي قرعت الجوانب تبع شعرها. هلأ جوال كان عندها بروجرام على الام بي سي اسمه بيوتي ماتش، كانوا عطول اطلالاتها مميزين وحلوين طبعا، لانه جوال من الناس اللي بتعرف شو بيلبق لها وشو ما بيلبق لها تلبس، عطول بتنبش على شي تعمله تالعالم تحكي عنه. هلأ في اطلالة من الاطلالات لفتت لي نظري، كانت جينز التنورة للجينز اللي بتجي طويلة على ميلي وقصيرة من ميلي مع التوب البيضة والكولنار الابيض. بس انا اللي ما فهمته هو كيف انه صار فيه شوز وابريسكي بس مع كعب خشب. هيدا الاطلالة شوي انا ما فهمتها، يعني كانت مبينة شوي لوك شعنينة، يعني كولان ابيض وشوز ابيض وتوب بيضة، يعني صراحة هيدا اللوك شوي شخشبني. حتى انا حبيتها لجوال، كانت صدمة لإلي وقت اللي كانت عاملة بحلقة من الحلقات شعرها اسود. حسينا انه جوال ظهرت شوي من الايدنتيتي تبعها، لانه نحن تعودنا عليها بالشعر الاشقر وهيدي كانت مثل ايدنتيتي لها او هويتها لجوال. بس انا بلاقي انه الشعر الاسود كان جرأة لها وكان كتير لبق لها. اي اطلالة اكتر شي لفتت انتباهك وحسيت انه جوال بينت فيها اكثر تألقا وجاذبية؟ اكتر الاطلالات اللي لفتولي نظري وحبيتهم كتير لجوال بالبروجرام تبعها كان السكورت اللي كانت لابسته، سكورت اللي بيجمع الشورت مع السكيرت at the same time مع الليجينج اللي كانت لبسته من تحته، كان لوك هيك شوي جريء وحلو وجديد للنظر، مع الهاي بوتس اللي كانت لبسته، والحلو كان البليزر يلي كانت تجي شوي كأنها كروب بس it's not كروب، هيك قصيرة مع السترابلس اللي كانت لبسته، وطبعا أكيد شعر القصير اللي كان مزين اللوك كله الحلو. لاحظ انه جوال دايما بتحرص على اختيار الاحذية المميزة وحتى الغريبة ببعض الاحيان، هل في شي حذاء معين استفزك وحبيت تتوقف عنده؟ في محل من المحلات عندي مشكلة مع الشوزات اللي بتلبسون جوال، يعني اللوك اللي لابسه فيه جوال جلد، اللوك الكامل كان جلد، ان كان التوب مع التنورة الشوز صراحة كان شوي مستفز، يعني على النظر ما كان كتير حلو، لأنه جوال كان جامع الصندال هيك يعني بيشبه شوي صندال الرجالة على كعب على مش معروف شو هو، فهول شوي بيستفزوني أنا بجوال بإطلالاتها. عبرت جوال عبر صفحتها الخاصة على السوشيال ميديا عن حزنها وغضبها من بعض الأمور يلي عم بتصير، بخاصة انتقادها لقصة شعرها. اسمع معنا شو قالت. يا رب شو في ناس سخيفة يا ويلي، صليلهم هول بتعرفوا، صليلهم الله هيك منور لهم عقلهم، انتو شو خاصهم فيه. وقلي شو رأيك بالموضوع؟ لا شغلة صغيرة لجوال، يا جوال يا حياتي نحن مش بحاجة لصلواتك لأنه نحن مقهورين منك أو نحن غيرانين منك، لا يا حياتي بالعكس ما في شيء منه هيدا الحديث، بس نحن لأنه تعودنا عليك أنك أنت سباقة بالموضة وأنت كنت رمز للموضة والتجميل وعالم الأزياء، يعني ما حلو تعمل هيك قصص لأنه عم بتكون العواقب منها حلوة تجاه الصبايا اللي بيتمثلوا فيك.